صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام بيراميدز الساعه 8 بالليل على استاد القاهره، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي هيكون على قناتنا قبل المباراه بساعتين مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو متصدر وبطل الدوري برصيد 85 نقطه، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 63 نقطه، وعلى بعد نقطتين من الوصيف التقليدي نادي الزمالك اللي بيحاول بكل الطرق ان هو يكون الوصيف في الموسم دوت عشان يتأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية إن شاء الله، ولسه كمان هيكون عنده 3 نقط أتوبيس هيتخصموا في نهاية الموسم. يلا بينا. طبعا النادي الأهلي في موقف لا يحسد عليه النهاردة عشان بيلقى كل الدعم من جماهير الوصيف التقليدي اللي هم عشمانين بالمناسبة يحافظوا على مركزهم المفضل الموسم دوت. تقريبا كل حاجة في الدوري اتحسمت، الأهلي بطل الدوري من زمان، وإف سي مصر ومعاه كمان فريق طنطا هبطوا بشكل رسمي، وغالبا هيكون معاهم حرس الحدود الفريق الثالث اللي هيهبط، ومش فاضل غير المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال اللي بتنافس عليه الزمالك وبيراميدز. والحقيقه المنافسه بالنسبه لنادي الزمالك مش هتكون سهله، خاصه ان بيراميدز بيقدم موسم تاريخي الموسم ده، وقدر يحقق افضل ترتيب في تاريخه في مسابقه الدوري اللي بالمناسبه تاريخه يتعدى على اصابع الايد الواحده، وقدر كمان يوصل لنص نهائي الكونفدراليه. فريق بيراميدز قبل ماتش النهارده كان عامل نتائج جيده جدا في اخر 6 ماتشات، وقدر يكسبهم كلهم بعد ما تعثر في 3 ماتشات متتاليه لما خسر من الزمالك والجونه والمصري. الحقيقه فريق بيراميدز بيضم لعيبه كتير جدا مميزه، واللي هم بينضموا للفريق عشان خاطر يكسبوا بطولات ويكونوا متواجدين على الساحه، وبيسعوا ان هم يكونوا موجودين في دوري الابطال في الموسم الجديد لاول مره في تاريخهم. الفريق في الفتره اللي فاتت كان فيه لعيبه كتير متالقه، لكن بالنسبه لي كان اهم 2 لعيبه، هو محمد فاروق اللي سجل 3 اهداف في اخر 6 مباريات اللي قدروا يكسبوهم، وكمان جون انتوي اللي سجل 5 اهداف، المهاجم طبعا صاحب الخبره الكبيره، لكن نتمنى النهارده ان شاء الله ما نشوفش منهم اي حاجه وما يقدوش خالص. نروح بقى للنادي الاهلي، اعظم نادي في الكون، اللي قدم مباراه كبيره جدا قدام انبي، قدر ان هو يكسب 3-0 في مباراه شهدت تالق كبير من مروان محسن، اللي يبدو كده ان المولوده الجديده وشها حلو عليه، وبنقول له ربنا يفرحك بيها وتفرحنا دايما. الحقيقه الفرقه قدمت مباراه كبيره، وظهر اكتر من عنصر بشكل مميز، على الرغم من ان الفتره اللي فاتت كنا بنعاني من الغيابات والايقافات، وبنقول ان اللعيبه مش في حالتها. سوليماني بصمته ظهرت في مباراه انبي، وتعتبر اول مباراه للمدير الفني الجديد، عشان كان ماتش المقاولين، يعني ما نقدرش نحكم عليه ولا نقول ان الراجل اشتغل، ويعني اللي كسبناه 1-0 لانه كان لسه جاي وما قدرش يشتغل مع الفرقه، وكان اتكلم وقتها وقال ان سامي قمصان ساعده كتير في المباراه دي، وقدر ان هو يعرفه على الفريق وعلى كل حاجه عشان يقدم مباراه مميزه، وقدر ان هو يكسب اول مباراه. وفي الماتش الثاني بقى قدام انبي ظهرت امكانياته وبصمته على الفريق اللي شفنا فيه عناصر جديده بتلعب، زي عربي بدر اللي كان متالق، ده غير لعيبه كتير كانت في مستوى احسن من المستوى اللي بتقدمه في الفتره اللي فاتت في توقيت مهم جدا قبل ماتش الوداد ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. شفنا روح جديده ظهر عليها الفريق في الفتره اللي فاتت، خاصه مباراه انبي، رغم الفتره الاخيره كنا بنتكلم دايما على الاصابات والغيابات والظروف الصعبه وحاله الاحباط اللي كنا عايشين فيها. دلوقتي بقى عندنا امل في ان احنا نشوف كره حلوه رغم الاصابات والكلام ده كله، وماتش النهارده طبعا هيكون مكمل فيه الاصابات والغيابات، زي محمد الشناوي اللي انضم للمستشفى ومش هيكون موجود النهارده، على امل ان هو يلحق ان شاء الله مباراه الوداد، ده غير علي معلول وجيرالدو المنضمين لمنتخبات تونس وانجولا ومش هيكونوا موجودين معانا النهارده ان شاء الله. مستر موسيماني الفتره اللي فاتت الحقيقه حاول يلم الفرقه وبيتكلم معاهم، وكمان بيلم الجهاز الفني اللي انضم له المدرب المساعد على فكره، الراجل المخضرم اللي كان موجود في القاهره في الايام اللي فاتت، وهيبتدي عمله بشكل رسمي، وان شاء الله يكون اضافه كبيره لفرقتنا.
فريقنا دلوقتي محتاج حاجات بسيطة جدا قبل ماتش الوداد، لكن الشغل بقى اللي هيعمله المدرب هيكون شغل كتير جدا. موسيماني اتكلم في المؤتمر الصحفي الأخير عن حاجات كتير تخص ماتش الوداد والفوز على إنبي والأداء اللي اتغير. تيجوا نبص كده نشوفه قال ايه. Ahmed, my question is today fans are really happy with the performance and with the new shape and the spirit of the team. They see you have a great effect on the team. Now you're getting to know more about the team. What would you like to say to the fans as they have great expectations for the rest of the season? النهارده الجماهير سعيده جدا بالاداء وبشكل الفرقه وحاسين فيه الشكل الجديد ومتوقعين منك كتير ومنتظرين منك كتير. تقول ايه رسالتك للجماهير خاصه هم معولين عليك في حاجات كتير تحققها معاك؟ The fans deserve to be happy. The fans must be happy. الجماهير لازم تكون سعيده. The only thing that makes the fans happy is the winning. اول حاجه علينا ارض الجماهير. And if you play and good football. تلعب كرة كويسة، أدي أداء كويس. They are happy. أكيد بيبقوا سعداء الجماهير. But the last two games we played here. آخر مباراتين اللي عملناهم هنا. They've got nothing to do with the Champions League. Not the same level. ما لهمش علاقة طبعًا ببطولة أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا، ده مستوى مختلف تمامًا، يعني مش نفس المستوى اللي الماتشات هيبقى في أفريقيا. I've been to Casa four times in that stadium. رحت كازابلانكا، لعبت في السيرليك أربع مرات. Not the same as here. لا مختلف تمامًا عن هنا. So it's good to win to get the confidence. كويس طبعا نكسب مباريات هنا ونكسب ثقه. But these games are not the same. لكن افريقيا حاجه مختلفه. We have a lot of work to do. عندنا شغل كتير المفروض نعمله عشان افريقيا. What is your message for the fans? To the fans? Yeah. ايه رسالتك للجماهير؟ We try to make them happy. هنحاول نساعدكم قدر الامكان. We try to win the game. هنحاول نكسب مباريات. And the players must also respect the badge. طبعا اللاعبين لازم برضه يحترموا شعار النادي. And play like friends and brothers. يلعبوا زي اصدقاء واخوات. Nobody must be selfish. ومفيش حد يبقى اناني ويفكر في نفسه بس في الملعب. No player is bigger than the team. مفيش لعيب اكبر من النادي. No coach is bigger than the team. مفيش حتى مدرب اكبر من النادي. The team is bigger than everybody. النادي هو اكبر من اي حد. So we will try and make them happy. هنحاول نسعد الجماهير، هنحاول اسعد الجماهير. But they must give me time a little bit. بس هتدي لي وقت شوية. وقبل ما نختم مستني توقعاتكم للمباراة في التعليقات عشان نشوف يا ترى الأهلي هيكسب ولا هيعمل إيه النهاردة ومين هيكون صاحب المركز الثاني في نهاية الموسم. طبعا نادي الزمالك هو صاحب الرقم القياسي في تحقيق المركز الثاني وأعتقد هيكون هو اللي أقرب لأن ده مركزه المفضل مش هيفرط فيه. ونشوفكم إن شاء الله بقى يوم السبت الجاي وأهم حلقة في الموسم قبل مباراة الوداد في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويلا يا أهلي.